متابعين حلقتنا وبستقبل جورج خوري. أهلا وسهلا فيك جورج، معك رح نحكي أكثر عن صقر هولدينج وعن الحملة اللي اكتشفوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يلي هي نزال على لبنان، تدعي من خلالها كل اللبنانيين أنه يزوروا عائلاتهم خاصة بفترة الأعياد. أول شيء، كيف خلقت الفكرة الخاصة بهالحملة؟ الفكرة بهذه الحملة خلقت من الحياة اليومية لكل لبناني. بمجتمعنا على طول بتلاقي حدا عدبان عليك، وكل ما تكون بعيد عنهم كل ما يكونوا عدبانين عليك أكثر. فإذا ما كنت وأكيد يعني إذا ما كنت مزوج على طول بتسمع كيف ما رحت إن شاء الله نفرح منك، وإذا كنت مزوج فرحة عريس، بيكونوا جيرانك ناطرين لك ليشربوا معك قهوة، خالتك لحتى تشوفك، ابن عمك ليلعب معك دق طاولة. فكل هول الإيموشنز بيخلوا تحس عن جد بالمعنى الحقيقي لتكون أنت قريب من العالم اللي بيحبوك، وخصوصي فترة الأعياد. فأنت ما تخلي حدا عدبان عليك، طلعنا بهيدي المبادرة لحتى نقدر نرجع قد ما فينا لبنانية عايشين برا على لبنان ليقضوا العيد مع عيالهم. ممتاز. وكانت يعني الفكره ايش لحالها، بعتقد لانه اول مفكر فيه بالعيد هو الناس اللي بنحبهم، مزبوط؟ اكيد هي الفكره اجت من شو اكثر شيء بتشتاق بالعيد. معنى الحقيقه لكريسماس وعيد الميلاد هو انك انت تقدر تقضيه مع عائلتك ومع عالم اللي بيحبوك، فمن هون اجت الفكره. وحتى هلا في فيديو حنشوفه بتلاقي الكاس اللي انعمل ما كانت كاس بروفيشنال، كانوا عالم من صقر ريل استيت عندهم عالم عايشين برا، فمش هيك بتحس الايموشنز مضبوطه طلعت بالموفي. يعني شوف اذا اخر كابل هلا بس نشوفه الام والبي، هن عندهم ثلاث اولاد ساكنين برا بامريكا، فوقتها كانوا عم بيعملوا الدعايه كثير تاثروا لانه حابين يجوا يقضوا معهم يقضوا كريسماس معهم بلبنان. خلينا ما نطول كثير، ولكل يلي بعد ما شاف الفيديو خلينا نشوفه سوا. تانت كلودات عتبان عليك ما عم تشرب قهوه معها، اذا بعدك اعزب خالته فيوليت بدها تقلك نفرح منك، وإذا تجوزت بدها تقلك نقشع لك عريس. العم فريد صار له 10 سنين ناطر ليردلك دق الطاولة اللي خسره، وابن خالك فادي صار له 10 سنين ناطر ليردلك هالعزيمة. البيست فريند زعلان لأنه ما بيشوفك إلا على فيسبوك. أختك ريما بتقول إنك مش مقصر، بس ما عبالك تتعرف على بنت أختك؟ أمك وبيك مش عتبانين عليك، عتبانين على هالأيام يلي مبعدتهم عنك. هالعيد صقر بيهديك فرصة لترجع على بلدك لبنان وتعيد مع عائلتك وأصحابك. تسجل على الموقع الخاص بهالمبادرة saqrrealestate.com/christmasinlebanon. حلو كتير الفيديو جورج. بذكر أنه نحن عم نحكي عن حملة نزال على لبنان مع مدير التسويق بصقر هولدينج جورج خوري. الفيديو كتير حلو حقيقي، ويعني بيمس كل لبناني. كيف الناس فيها تشارك؟ كم شخص رح تخلوني ينزلوا على لبنان؟ نحن فيك تشارك عبر تفوت على الموقع الإلكتروني تبعنا اللي هو saqrrealestate.com/christmasinlebanon، بتعبي الديتيلز وبتقدر بيطلع لك فرصة لتنزل تربح واحدة من 8 تيكتس عم نربحهم لتنزل فيهم على لبنان. هلا قد ما صار في مثل بقول إقبال أكثر على المسابقة، وصار عندنا بأقل من 24 ساعة أكثر من 80,000 فيوز على الفيديو، وانتشر ب 14 كونتريز. هلا عم نفكر كمان نقدر نزيد تيكتس أكثر لقد ما فينا نرجع لبنانية. في مهلة معينة نحن عم نشوف على الهواء كيف الناس شو لازم تسجل، في مهلة معينة للناس تقدر تتسجل؟ نحن السحب حيصير ب 16 ديسمبر، فمن هلا 16 ديسمبر فيك تتسجل، وإذا أنت بلبنان كمان يو كان ريفير فريندز لحتى ينزلوا على لبنان، وأكثر ذا مور يو ريفير أكثر فرص بيطلع لك لحتى تزيد فرصك بالربح مثل ما قلت. ومن وين ما كان بالعالم؟ من وين ما كان بالعالم أكيد. ممتاز، لأنه وين ما كان بالعالم في لبنانية. مزبوط. هيدي استراتيجي أو خطة معينة رح تعتمدوها ضمن المسؤولية الاجتماعية الخاصة بشركتكم، ولا الموضوع بس لهالسنة؟ لا أكيد هيدا انشيتيف حيصير هالسنة وعلى مدار كل سنة. هلا يمكن نطلع بأفكار جديدة لل 2017، بس كصقر ريل استيت وصقر هولدينج نحن كثير فعالين بالمسؤولية الاجتماعية عبر عدة نشاطات بنعملها. مثلا ب 2017 حيكون في عنا دعم لكل الفنانين الناشئين هلا لحتى نعرف العالم اكثر عنهم، ان كان يونغ ارتست يونغ فاشن ديزاينرز، حنساعدهم كمان يعملوا ديفرنت اكزيبيشنز والعالم تتعرف على الاعمال تبعونهم حتى نقدر نشهرهم ونطلعهم كمان. طبعا البلد قطع بفتره صعبه كثير وبعدها زيوله مستمره ناطرين هلا تشكيل الحكومه،
بعد اكيد العهد الجديد مع الرئيس ميشيل عون، ناس متفائله خير ومتفائله بعوده الاستثمارات للبنان، بعوده كمان السياحه وبعوده المشاريع الاقتصاديه العربيه اللبنانيه. انتم كيف صمتوا كل هالفتره وبعدكم مأمنين بهالبلد وقادرين انه تخلقوا فرص استثماريه جديده فيه؟ نحن يعني حب الوطن ولبنان وقد ما فينا ندعم لبنان تيجي من الفيجن اللي عنده اياها الرئيس مجلس الاداره مستر صقر صقر، يلي هو كمان اخذها من بيو، يلي كان على طول يامن انه كيلو تراب بلبنان حيصير سعره اغلى من كيلو الذهب. فمشان هيك الانفستمنتس تبعونا نحن ضلهم مكفيين حتى بالوضع الصعب، وكمان بالطريقه اللي عملنا فيها المشاريع كانت ابدا مش بس تنركز على الحجر او تبناء مجمعات سكنيه، كانت لحتى نشوف شو حاجه الانسان لنامن له اياها هون. يعني نحن بنامن اكثر لايف ستايلز بالمشاريع يلي بنعملها والانفستمنت يلي فيها سمارت انفراستراكشر وكمان بيلبي لك حياتك اليوميه فرو ديفرنت امينيتيز بنقدمها. فهيك المشاريع تبعونا نحن بلشنا بادمير يلي هو بارت اوف سمارت فالي، مشروع كثير فريد من نوعه لاول مره بيصير بالميدل ايست مع بارتنرشيب لاكبر الاسامي الانترناشونال يلي هن سيسكو وسامسونج وسيمنز كمان. فعطول نحن مكفيين، وهلا في عندنا مشروع جديد كمان حينزل ان شاء الله بال 2017، ما حقدر كثير اعطيك عنه ديتيلز ليفرجي قد ايه نحن عندنا مكفيين مع هذا الوطن ومؤمنين فيه وحابين قد ما فينا نشجع الاستثمار ونكبر سوا بلبنان. خلينا نشوف هالفيديو ونرجع نعلق عليه. اكيد. Ever by Saka Real Estate that will put Lebanon's name next to the names of the biggest and most advanced countries in the world. Imagine living in a smart hub, surrounded by recreational, fitness, wellness, and healthcare amenities, whose sole purpose is enhancing the quality of your life. جورج، لكن عم نشوف هالمشروع الكبير، إذا فيك كمان تعطينا تفاصيل زيادة على المشاهد اللي عم نتابعها. اكيد. هلا اللي عم تشوفه هو ادمير يلي هو جزء من سمارت فالي. ادمير مجمع سكني اطلقناه من شيء 3 سنين تقريبا وصار بنبيع منه اكثر من 85%، والاكسباتس في كثير ديماند على هذا المشروع لانه بيامن لهم كل شيء هن بيلاقوه برا، ان كان من السيفتي سكيورتي من السمارت اوتوميشن. حتى نحن باينين سمارت فالي على 3 بيلرز يلي هو سمارت انفراستراكشر، سمارت ليفينج اند سمارت انفايرمنت. فاخذنا انتو كونسيدريشن كل الالمنتس اللي العالم بتحتاجها لحتى تقدر تعيش بمشروع كامل متكامل. وبنفس الوقت كمان حيكون حدهم في فيفالي اللي حنشوفه هلا. فيفالي اتس ذا بيجست ويلنس سنتر بالميدل ايست كله، حيقدم تريتمنتس معترف فيها عالميا ومن قبل خبراء عالميه كمان، وحيكون كونسبت ما انعمل مثله ابدا لا بلبنان ولا بالريجن. حلو كثير، حلو كثير، لانه وقت ناس كثير بتسافر لبرا لتقصد هالويلنس سنترز، وطالما هو اذا عم نشوف هيدا ايمتى بصير جاهز؟ هيدا نحن ادمير بيخلص بنبلش نسلمه باخر 2017، سو ب 2018 العالم ببلش فيها تنقل على ادمير، الويلنس سنتر ان شاء الله بال 2020 بيكون جاهز وفاتح ابوابه كمان ليستقبل. باي منطقه هو رح يكون؟ هو حيكون سمارت فالي اللي هي بين ادما وغزير. هو وادي نحن اخذناه كله، وحنامن يعني طريقه البناء اللي حتصير 3 مشاريع ات ويل كفر لايك ا هول كوميونتي، حتى ما يكون في عندك انت عايش بكم بناء كثير حلوين وقدامك في عندك بناء عشوائي مثل ما بيقولوا. فاخذنا الوادي كله وحافظنا على جماله وعلى البيئه تبعيته كمان. يعني شريكنا كمان نحن كثير فخورين فيه اكزوتيكا، تنحافظ قد ما فينا على البيئه ونخلي نسبه الشجر فيه عاليه كمان. بعد معنا كم تقريبا 30 او 40 ثانيه رح اتركهم لك اذا بتحب تضيف شيء عن المشاريع الجديده اللي جايه. اكيد. نحن مثل ما عم بقول لك في عندنا مشروع حيكون بكل فخر يعني ايقونه معماريه وما صارت مثلها ابدا بلبنان، وحيحط اسم لبنان كثير بالعالي، فان شاء الله بس نطلقه بنص 2017 بنقدر نحكي عنه اكثر بالتفاصيل. وحقول بس باخر كم ثانيه انه شجع العالم كلها تتشجع، واذا عندك رفقه برا كمان تقدر تقول لهم يسجلوا على الموقع عنا ويربحوا تيكس لينزلوا على لبنان. خلينا نذكر بالموقع سريعا. اكيد saqrealestate.com/christmasinlebanon، بتفوت التفاصيل كلها وبتكون دغري بتاخذ فرصه لحتى تربح تيكت من 8 تيكس عم ننزلهم على لبنان. ممتاز. واخر مهله للسحب هي 13 شهر، بقى لحقوا حالكم اذا على بالكم تنزلوا
على لبنان ومتكلين على سعر هولدينج. اهلا وسهلا فيك جورج، بتمنى لك سنه جديده حلوه وينعاد عليك. اهلا وسهلا وعليك. ثانك يو ميرسي. نحن رح نتابع حلقتنا مع مشوار بعد البريك، خليكم معنا.